معنا من الرياض عبر الهاتف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي. دكتور زهير، أهلا بك معنا. بداية، المملكة دولة يعني لها ثقلها السياسي والاقتصادي بين دول العالم، يعني أي محاولات لتهديدها أو ابتزازها كيف برأيك ستنعكس هذه المحاولات على العالم بأسره؟ الاقتصاد العالمي ليس فقط الاقتصاد السعودي فحسب. يعني في البداية أعتقد أن البيان السعودي الحقيقة كتب بعناية، وكان يعني الحقيقة مثل رد واضح حول ما يطرح في وسائل الإعلام وما واجهته المملكة الحقيقة من حملة شرسة وهجمات ممنهجة ومسيسة من عدة جهات تقاطعت ما بينهم المصلحة بكل تأكيد. البيان الحقيقة يعني رد على هذه الأصوات الشاذة وبلغة مباشرة وصريحة وحازمة في تقديري، وأنا أعتقد أن هناك بروباغاندا تصب في خانة الضغوط والابتزاز من قبل هذه الأطراف، وهناك محاولة أو إصرار مدروس لتشويه صورة المملكة وابتزازها وإضعافها وإشغالها بقضايا أو اختلاق حتى أزمات. وكل تأكيد نقول أن المملكة ليست دولة طارئة وليست إحدى جمهوريات الموز كما يتردد عند البعض عندما يقولون ذلك، بل هي دولة محورية لها وزنها السياسي وثقلها العالمي، والمملكة أخذت على عاتقها حماية القضايا العربية ومواجهة المشاريع التوسعية في المنطقة، وبالتأكيد لديها مخزون كبير من الأدوات والإمكانات ولها نفوذ ومصالح كبيرة. بعد مواجهة الحقيقة المشروع الإيراني وتهجيمه في لبنان والعراق واليمن وكشف أفعال نظام الحمدين وإحباط طموحات المشروع الإخواني، الحقيقة أنا لا أستغرب أن يكون هناك استهداف إعلامي رخيص ضد المملكة، لأن هناك مصالح بين هذه الأطراف وهناك رغبة في تشويه حضور الدبلوماسية السعودية في المنطقة أيضا، وبالتالي هذه حملات متوالية ويمكن القول أنها ذات ألوان طيف واحدة، رأيناها في الإعلام التقليدي، شاهدناها في الإعلام الإلكتروني أيضا، ويمول من قبل أطراف وجهات معروفة سواء كانت دول أو حركات مؤدلجة لتشويه مكانة المملكة، لتشويه القيادة السعودية، لمحاولة تقويض المشروع الإصلاحي والتنموي الذي تعيشه المملكة الآن، وبالتالي حاولوا أن ينبشوا قضايا وحاولوا أن يضخموا قضايا تطرح الآن، وحاولوا أيضا أن يضخموا الخلافات مثلا السعودية الأمريكية. القاسم المشترك في تقديري لم يكن هناك انتقاد موضوعي يعني مثلا لسياسة المملكة، قد نقبل مثل هذا الطرح، لكن الحقيقة انحدرت لمستوى وضيع من الشخصنة والشتم والتهكم والتعميم والاتهامات الخطيرة، لذلك لأنهم يتمسكون بأي قصة ويتم تضخيمها، لأنهم لم يستوعبوا حقيقة ما يجري في المملكة، أن هناك إرادة سياسية وشعبية للتغيير وأن هناك حضور حقيقي لا يمكن أن يعود إلى الخلف. طيب كيف نربط يعني بين هذه الأجندات ومحاولة كذلك بعض وسائل الإعلام الفاشلة كما نسميها للنيل من المملكة؟ هذه القطاعات التي تعمل كما قلت أنها ممول، يعني لاحظ أن هناك يعني الاتهامات والفبركات الجاهزة هي هدفها إخضاع المملكة، إشغال المملكة، حملات تضليل ومسيسة، وبالتالي كأنهم لا يعلمون أن هناك دولة مستقلة لها خياراتها، لها استقلالية قرارها. المملكة لم ترضخ لمثل هذه المتاجرة، هذه حملات تضليل، والمتاجرة بإقحام المملكة أو بإقحام هذه القضايا في خلافات سياسية واختلاق القصص أسلوب رخيص وعقيم لم يعد ينطلي على أحد. أنا أتصور حقيقة هذه حالة من الإفلاس السياسي كونها محاولات يائسة للتأثير على استقرار المملكة، وأنت تعلم دولة بحجم المملكة لها عمق عربي وإسلامي وثقل دولي، يعني لا يمكن التأثير بهذه اللغة. وأيضا يجب الإشارة أن وقوف الشعب السعودي مع قيادته سدا منيعا ضد الحملات الرخيصة، ضد هذا الحراك المسموم والعبث الإعلامي الذي يستهدف بلاده.
أنا أعتقد أن البيان اليوم حقيقة كان واضحا، بلدنا دولة مستقلة تترد بقوة لمن يمس أمنها وسيادتها، الإرادة السياسية والشعبية تتقفان أمام كل الدسائس بل وفضح هذه الدسائس للعالم، ليرى العالم أساليب الاستغلال والأجندة الخفية لتلك الدول والأطراف. ومهما صوروا المملكة أنها مثلا دولة قمعية أو دولة بوليسية لن تجدي ولن تنجح، لأن هذا المسمى حقيقة ينطبق على محور الشر، وهي الدول التي نعرف ما هي سلوكا ومنهجا وسياسة. وبالتالي كما تعلم مملكة في علاقاتها مع الآخرين تنطلق من منظور محدد يتمثل فيما يحقق أهدافها وبما يعود بالمنفعة على شعبها. المملكة لا تعاني حساسية من النقد مثلا، لكن بهذه اللغة وبهذا الأسلوب وبهذه الاستهداف الرخيص وبهذا الحراك المسموم والعابث، أعتقد يجب أن تكون لك وقفة حازمة. وبالتالي البيان اليوم هو له دلالات ومغزى في التوقيت، يتضمن رسائل سياسية الحقيقة لعدة أطراف وليس لطرف واحد، وأنا بالتأكيد في تصوري أن الرسالة قد وصلت. المملكة صحيح أن تكون يعني مستهدفة، هذا ما يحدث الآن، ولكنها ستتعاطى بلغة مختلفة وبأدوات فاعلة وبأساليب جديدة تفند هذه الطروحات بشكل موضوعي لتقنع المتلقي الواعي سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. يعني في المملكة هناك التحام يعني كبير بين القيادة وبين الشعب لمواجهة أي مزاعم فاشلة أو محاولات حتى باطلة، يعني برأيك كيف يشهد التاريخ للسعودية بذلك مهما تكالبت الضغوط عليها؟ والله شوف، هذه يعني قدر المملكة أن تكون دولة محورية ولها هذا الحضور وهذا يعني وهذا الثقل. يعني أنا أتصور أن هناك حالة من الذهول والاستغراب لدى كثيرين مما أرهقونا بتنظيراتهم من الممانعين وبعض العرب وغير العرب في أن تعيش المملكة ورشة عمل وحراك فاعل، وأن تحدث كل هذه التحولات والتغيرات بهدوء وانسجام وقبول شعبي غير مسبوق. كانت هناك قرارات شجاعة كان خلفها سمو ولي العهد، والحقيقة لها تداعيات انعكست على الداخل السعودي بشكل ملحوظ. هذا التغير الحقيقي كان يمثل صدمة لهؤلاء، فهم لا يريدون سعودية دولة مدنية حديثة فاعلة منتجة لها مكانتها لها ثقلها. يجب إشغال المملكة بفوضى داخلية، يجب إشغالها بكثير من الفبركات السياسية، تضخيم القضايا، دعوات رخيصة بالتأكيد لن ترى النور لأنها سقطت سقوطا ذريعا أمام وعي ونباهة الشعب السعودي، مما أدت إلى إفشال مخططات المخربين والأشرار. وأنت تعلم بأن المحطات التاريخية التي عاشتها المملكة بالرغم من حجم التحديات ومخاض المتغيرات وتسارعها برهنت على الترابط واستباق الأحداث، ما جعل النتائج تأتي مخالفة لكل التكهنات والتوقعات. وبذلك أنا أقول أن هناك تآمر ضد المملكة ومحاولات تدخل في شأننا الداخلي، بل هناك محاولات للمساس بأمن المملكة وبتراب المملكة الوطني ومهدد من عدة جهات، ولكن الثقة في هذا الوطن وفي شعب هذا الوطن وفي قيادة هذا الوطن. وبالتالي هذه اللحمة وهذه الجبهة الداخلية ستواجه كل هذه التحديات وكل هذه المخاطر. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي، أشكرك.